هذا ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي ثمرة اتحاد تشريعية ومنصة رقابية تشكلت ملامحها في أوائل سبعينيات القرن الماضي ليصبح الجزء الرابع الذي لا يمكن فصله عن سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. الثاني من شهر ديسمبر من العام 72 وتسعمائة وألف، تاريخ عالق في أذهان الإماراتيين، وهو نقطة تحول في مسيرة العمل السياسي داخل بناء اتحادهم. يوم تشريعي بامتياز كان شاهدا على بدء مسيرة عمل المجلس الوطني الاتحادي وتشكيل ملامحه التي كانت وما زالت جزءا لا يتجزأ من سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة. نور المجلس قد بزغ ليكون بمثابة السلطة الاتحادية الرابعة التي لها من التأثير الكبير على مراحل نمو وتطور عملية التنمية المستدامة وتأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركتها في مناقشة وإقرار التشريعات وتلمسها لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، لتتجه وبصورة عملية نحو تعزيز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية وتفعيل أوجه الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية. 40 ممثلا تشريعيا تكون مدة عضويتهم 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع لهم في المجلس، ويكون انتخاب نصفهم من قبل هيئات انتخابية، ويتم ترشيح أعضائها من قبل الحكام في مختلف إمارات الدولة، بينما يجرى تعيين النصف الآخر، ليشكلون جسد المجلس الوطني الاتحادي، ليأتي توزيعهم جغرافيا بحسب الدستور على الإمارات السبع، ولكن كل عضو يمثل شعب الاتحاد كافة، وليست الإمارة التي انتخب عنها أو قامت باختياره. للمجلس الوطني الاتحادي اختصاصات تتوزع بين الوظائف التشريعية والرقابية، فالتشريعية منها تتمثل في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين الاتحادية ومشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وأما الرقابية فإن المجلس يمارس صور الرقابة السياسية من خلال استعانة أعضائه بأدوات محددة تأتي في مقدمتها طرح موضوعات عامة للمناقشة ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، فضلا عن توجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو للوزراء كل في اختصاصه، وصولا إلى الفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكومية. لتلفزيون البحرين.